الكرام ونحن عيالنا وين بتسير مع الأول، أنظارنا تتجه إلى المركز الأول في الشوط الرابع عشر في مجموع أشواطنا. نذهب إلى شواهين محمد بن سيف بن كليب من يقدم شواهين في هذه الجولة. أما المركز الثاني هملول عبيد بن سلطان بن رشيد أبو محمد يأتينا على المركز الثالث مع قطنة عتيج بن علي بن خفية. إذا انتقلنا خلاص قطنة ما عطتن في الدرب طوعا نقول لك، ولكن أشوف الهجوم ثنائي يا بن خفية. ركز ركز بن رشيد وبن كليب، تراهم يعني بدأوا بالمناوشات، بدأوا يقتربون، بدأوا أيضا يعني يتحركون. وابن خفية بدأ يحرك، نقول ما يحرك، حرك يا أبو محمد، حرك يا أبو محمد، اسمعني اسمعني شو أقول لك أنا، خلاص خلاص يعني لا تبند جهازك وشوي حركة شي تشل قطنة أيضا من الحسن إلى الأحسن. يحرك بن كليب، يحرك بن كليب، يحرك جماهير، يحرك أيضا بن رشيد، ويحرك هملولة، ويحرك بن خفية. حرك من أول، قلت لك يا بن خفية حرك، يوم كان هو بعيد عنك، ولكن ما زالت قطنة، ما زالت ما عليها، يعني هم اقتربوا وابتعدوا، هي ما يهزها ريح، ما يهزها ريح، إلا الأول، إلا الأول، إلا الأول، الناموس يا الهباب، الناموس يا الهباب، الناموس لمحمد بن عتيج بن خفية الثاني بن رشيد والثالث بن كليب والمركز الرابع أيضا شعار سيف العلي بن كليب. المركز الخامس أترك عند لجنة التحكيم. هكذا مشاهدينا الكرام انتهينا من الشوط الرابع عشر، وإن عودة مع الشوط الخامس.